مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قصة الديوانية. مثل ما عودناكم في كل حلقة نكون معكم في ديوانية من دواوين أهل الكويت. احنا اليوم معاكم مشاهدينا في منطقة الفنطاس، هذه المنطقة التاريخية واللي عرفناها كأهل الكويت، منطقة يسكنونها نقول احنا بالكويت القروية. اليوم احنا في ديوانية أسرة الردهان الكريمة، قصص وسوالف حلوة وتاريخ، لكن كل هذا راح تسمعونه وتشوفونه بعد الفاصل. على الخير والمحبة، نجدد لكم التحية مشاهدينا الكرام في برنامجكم قصة ديوانية، في برنامجكم يعني اللي أنتم دائما تتابعونه من خلال هذه الشاشة، الشاشة الجميلة، شاشة تلفزيون الكويت. ومثل ما أحب أذكركم أن الهدف من هذا البرنامج هو توثيق تاريخ دواوين أهل الكويت. في البداية وإحنا في ديوانية الردهان باسمكم أرحب بالعم فهد إبراهيم الردهان. وعبد الله مساك الله بالخير. الله بالخير يا هلا، حياك الله. أمسي عليك وأمسي على الأخوان والأهل من يعني أسرة الردهان، وأيضا رواد هذه الديوانية العامرة، وعساها دائما عامرة إن شاء الله. وجودكم وجود. الله يسلمك. إحنا اليوم يعني محتاجين أن نوثق تاريخ هذه الدواوين العريقة، وانتم ايضا معروفين في يعني منطقه الفنطاس من الناس العتج والقدم في هذه المنطقه، يعني ولا قصورا في بعض الاسر الموجوده. يا ريت بس تحدثني بالبدايه متى نزلتوا الفنطاس، وهل كنتوا في السابق بالشرق وجيتوا هني، ولا شلون السالفه؟ ها والله احنا من اهل الفنطاس اصل. اي نعم. لا بس يصير لنا يعني جداتنا وغير اللي باخذينهم من شارق، وهذا في رجل القروية وكذا، بس لا يعني الردهان والحمدان كلهم من أصل وسعيد والفرج والحقان المجيبل كلنا بالفنطاس من أصل يعني. طبعا الجد هو الردهان، الجد الله يرحمه محمد عيسى الردهان، اي رحمة الله عليه. الله يرحمه. من مؤسس هذا الديوان؟ هو الله يرحمه. من طلعنا يعني معروفة ديوانية الردهان هي البنصة، ويجونها ويتجمعون عندنا يعني. أي والله من سنين يعني، مو تقول 60 سنة، لا وأكثر. أي والله. حلو ممتاز. عاد بعدين عقب الله يرحمه محمد ردهان استلمها الوالد الله يرحمه إبراهيم الله يرحمه الردهاني والله. وتوفى أعطاك عمره الله يرحمه قد روحه الجنة آمين. وعقبها هذا يوسف الله يحفظه أبو محمد هو استلم ديوانية وسنعها وهذا، وزاه الله خير يعني. ومعروفة ديوانية الردهان. الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية. أنا بنتقل حق العم مساعد الردهان يمسيك بالخير. ابو احمد مثل ما تفضل عم ابو عبد الله قال يعني انتم حافظتوا على هذا الارث، يعني وهو الديوانيه. اليوم احنا عندنا الديوانيه بتاريخ الكويت برلمان مصغر، يعني اليوم الرجل اللي ما قاعد في الديوانيه وخذ علوم الرجال هذا تحس من القعده وياه هذا ما قاعد في ديوانيه. طال عمرك يقول ان انتم استلمتوا الديوانيه. انا قبل كل هذا ابي ملامح الفنطاس، وكلمة الفنطاس شنو المقصود فيها، وملامح الفنطاس الأولية ليش تغيرت؟ ليش أنتوا كأهل فنطاس ما حافظتوا على الملامح الأولية مالت الفنطاس؟ للعلم أنتوا كقروية كنتوا يعني على الخط الساحلي. صحيح، لكن مع التطور تطور البلد والكويت ما يعني ما ظلت الفنطاس كما هي أول، مزارع مساكن. شو اللي ظل منها طال عمرك؟ ما ظل شيء حاليا يعني، حتى البحر الحين ما نقدر نوصله، كله صار طبعا مجمعات صار مشاريع. فتغير كثير الفنطاس. اول لما تجي الفنطاس تشوفها منطقه زراعيه، منطقه صحراويه، منطقه ساحليه، يعني كان البحر يعج بالجوالبي من الاهالي، كانت المزارع حيه، كان البر حلو، الكواشي يرتادونها من جميع أنحاء الكويت، من يشتوا فيها وربعون وصيفون. لكن الحين تغيرت طبعا الملامح كلها، شوفت عينك عمارات
اكو بيوت راغيه يعني تغيرت كثير. العم حمود الردهان ابو حمد في احد اللقاءات قال قبل يدينا احنا اهل الفنطاس بغينا نعرف العيد، يقول شفنا سيارات اهل الكويت دشت علينا بالليل ليله العيد. هو صح ها عدل؟ نعم. هذا معنى مثل ما تقول مو بس كشتات الا انهم بعد نعم. يعيدون هني يعيدون نعم. ايه. ايه. يملكون بيوت، بعضهم تملكوا بيوت من اهل الديره. ايه. من عوائل الكويت كثير تملكوا بيوت. ايه. هاي يرتادونها على كل وقت. ايه. والكواشيت اللي ما عنده بيت معظم عوائل الكويت يا يكتبوا قاعدون يربعون بالكويت. كانت المنطقة الصراحة جميلة لكن الحين مع التطور طبعا لا 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 تزال جميلة يعني بهالويوه الطيبة هذه تظلون أهلها ومنورينها يعني. أنا انتقل حق الأستاذ يوسف. يعني أبو محمد قال كلمة جوالبيت جمع الجالبوت، انتوا اهل بحر ولا زراعه، دشيتوا الغوص، انا اللي عارفه دشيتوا الغوص، جدانكم دشوا الغوص، اذا عندك يعني اهل فنطاس كلهم اهل بحر واهل بقر. بحر طبعا اللي هو كصيد اسماك، وبحر كقوس، وبحر كسر. كل واحد له طبعا موسم. والزراعه لها فترات. فاهل فنطاس هم اهل بحر واهل زراعه واهل يعني فروة حيوانية تلقى ماشية وكذا وهذا، فهم عيشتهم الله سبحانه وتعالى ثم هذه الأشياء هالقوس وهالسفر وهالفنطاس من واخذة معروفين مشهورين. والفنطاس هي قرية صغيرة بالنسبة للتراث، الأشياء القديمة كلها زيلت بسبب مشاريع أو كذا أو أشياء صارت يعني. والفنطاس منطقة يعني حلوة وجيدة ويسكنونها طبعا الفنطاس مثل ما ذكر المزيعل والحكان والردهان والحدان والمهدوك والشامري والجيبل والفرج والسعيد، وفي اشياء من هالكوين يملكون بيوت وموجودين بالفنطاس الى الازل، وبعدين طبعا صار تثمين وكذا والناس هذه اللي عندها بيوت بالفنطاس اللي هم غير الفنطاس يجون لمساكنهم او لبيوتهم وقت الربيع. الفنطاس منطقة يعني تاريخية معروفة. بالنسبة حق الأشياء اللي تقول ليش احنا ما حافظنا على تاريخ الفنطاس، تاريخ الفنطاس احنا حاولنا نحافظ عليه لشكل في هناك مشاريع حكومية يعني، فما نقدر نمنع هذا الشيء صح، فكلها صارت مشاريع حكومية من المدارس والمساجد والمجمعات السكنية اللي صارت وناس تملك صح، فهذا السبب ان عدم ان ان محافظنا على تاريخ الفنطاس بالنسبه حق الاشياء اللي صارت تاريخيه مثل عدود الماي هذه دفنت راحت صارت كلها مجمعات سكنيه اللي هم يشوفوا منه اعتمدوا على سبحانه وتعالى ثم على هذا الابار اللي يسمونها العد. غير القلبان يعني؟ القلبان هذه للمزارع خاصه في المزارع، ان معدود الماي اللي يشربوا منها اللي يرتادون عليها طبعا اهل المنطقه كلهم والمار اللي هي البلداني. البلداني طبعا البلداني هناك يعتبر انه ماي حلو عذب. وسليسل يعتبر اقل منه يعني في ملوحه شويه يعتبر يعني حق الماشيه والحلال كقسل او كذا او شيء. اي جواك الله. انا بنتقل حق الاستاذ محمد ابراهيم الحمادي مساك الله بالخير ابو عبد الوهاب. ابو عبد الوهاب احد معالم الفنطاس هو مسجد الردهان. نعم يعني يقال ان هذا اول مسجد. نعم الفنطاس كان اول مسجد. نعم ما في صلي فيه سبحان الله. اي نعم اي نعم حقنا عليه بالصلاه فيه وكان القبر اللي فيه مال الوضوء كل شيء حقنا عليه. اي نعم. ما تذكر تاريخه متى تاسس؟ لا للاسف ان تاريخه ما اذكره بالضبط. كان عيله وحده بس تدري الاسلام. لا انا 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 امون عليكم عيل. انتم وايد مقصرين انتم عيل. ها وايد لا بني المسجد الثاني الجديد. اي 1910 1910 والله مبطي 1910 يعني موجودة كانت عليه اللوحة لفترة ما ادري عاد صاد كانت لوحة موجودة. نعم الى ان هدد. انا ابو عبد الوهاب دزيت لي احنا نقول بالكويتي دزيت لي باص قلت كلمة القرو الحين توقع الجيل الحالي عارف شنو القرو؟ والله ما اعتقد. مشاهدينا هو قال القرو كنا نتوظفي
نعم. وإذا صار في البيت الكويتي أيضا يتوضون نعم. فيه، وفي منهم اللي يغسل فيه المواعين، وفي منهم اللي إذا مقيل يغسل وجهه. إحنا ما دام طرينا كلمة القر وهذه الكلمة العتيجة، بنروح وياكم إلى تغرير عن اللهجة الكويتية إن شاء الله يعجبكم. على الخير والمحبة، نستمر معاكم مشاهدينا في برنامجكم قصة الديوانية في ديوانية الردهان الكريمة في منطقة الفنطاس، ونستكمل حديثنا وحديثنا الشيق. ومثل ما نقول احنا بالكويتي، سالفة جر سالفة، ويعني لما نقول احنا نسلط الضوء نبي هذه القصص وهذا التاريخ حق الديوانية، قاعد نسمع التاريخ. يعني قلت لي قبل شوي ان اهل زراعة، مزارعكم كان لها عدد ولا مزرعة واحدة اللي أنت لحقت عليه؟ كل عائلة لها مزرعة أو مزرعتين أو ثلاث. مثلا حنا الردهان عم أبوي ناصر بالعقيلة، وراشد الردهان عم أبوي في هم بالفنطاس، وابوي محمد الله يرحمه هم بالعقيله مزرعته، يعني كل واحد له مزرعه، الفرج كذلك، الحقان، الجيبل، كلهم لهم مزرعه. حتى في دؤب بودي ومزرعه الشيخ وكذا. يعني هو 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 شنو الهدف؟ يعني هل انتم كناس لكم بالزراعه في استفاده غير ان انت مثلا حقك ايضا تبيعون ذاك الوقت؟ تنزلون حق اهل الكويت؟ نعم نعم، يعني يودونهم حق البلد، ونوديه حق الغنام هناك ويدلل عليهم، والطماط وال يعني اي نعم، وغيره من وغيره منها انت ايه من الخضار. اي نعم والخضار. يعني على الزراعه كان ايه. انا ابو احمد برجع وياك شويه عن البحر وطريت الجوال بيج. اول الساحل هذا اذا انتم لحقين، لحقتوا على النقع الموجوده ولا ما كان في نقع؟ لا موجود، موجودة طال عمرك نقعة، نسميها نقعة أبو خلف اللي هو أحمد العديلة. أحمد العديلة ونعم، هذا من أهل فنطاس اللي هو اللي تعب عليها وبناها وسواها، وصارت مثل ما تقول المرسل جوال بيت. نعم العديلة هذه النقعة الوحيدة الموجودة، جميع جوال بيت أهل فنطاس موجودة. الفنطاس فقط، فحيل ما لنا شغل، لها نقع ثانية بروحها، بو حليفة نفس الشيء. أهل منقف غيث وكلهم أهل البحر. يا واك الله. أستاذ يوسف، اليوم احنا في الديوانية قبل شوي والله سولفت أنا والعم هني، يقول الشباب ما قام يقعدون بالدواوين. يعني أفتكر أهملوا الدواوين، وفي منهم يقول لك احنا يبقى وخرنا عن الديوانيات الرسمية، احنا نبي على قولتهم العاب تسليه، نبي مباريات، كبار السن ما يبون كذي. شنو ردك انت؟ والله اعتقد الفنطاس، ما اعتقد شباب الفنطاس انقطع الدواوين، ما زالوا يتعدون الدواوين وما زالوا يتعلمون الدواوين. بالنسبه حق اللي سنا من تقريبا حوالي بحدود يعني 25 سنه ما يقطع الدواوين، وكلهم موجودين بدون دواوين. يقعدون والدواوين تعتبر مدرسة لهم، التعليم يتعلمون من الديوانية كل شيء زين، انما ان الشباب يقطع الدواوين عند الفنطاس لا اعتقد، ان شاء الله كلهم موجودين وما زالوا، انما المناطق الاخرى ما ندعي، احنا نعرف منطقتنا ان ما زالوا يعني ما شاء الله انهم يجون الدواوين وملتزمين في الدواوين. والله هذا اللي نقول احنا، خير وبركه يعني. الدواوين عفوا الفنطاس يعني ما شاء الله في لها عدة أوقات، في ناس الصبح المتقاعدين، في ناس العصر، في ناس المساء بعد المغرب، في ناس بعد العشاء، وفي ناس الفجر. أنتوا ديوانيتكم يومية؟ حنا بشكل يومي من بعد صلاة المغرب؟ أي معظم ديوانية الفنطاس بشكل يومي، بعد صلاة المغرب، في ناس بعد العشاء، في ناس الفجر، في ناس يشبون بعد العشاء. فالحمد لله الدواوين موجودة والأمور يعني طيبة، والشباب ما شاء الله يعني ملتزمين. جزاكم الله خير. لايك على الدواوين اللي هي بشكل أسبوعي يعني. حم ما شاء الله في ناس الاثنين، في ناس الأحد. الأسبوعي أنتم مو متفقين كأهل الفنطاس، يعني أنا بأيكم من الديرة مثلا. نعم. عشان أمر على الجميع، مو متفقين يوم واحد مثلا أهل الفنطاس كلهم أمر عليهم مثلا، ولا كل واحد ويومه؟ أنت طبعا تكون على دراية بأن دواوين الفنطاس اللي تفتح العشاء تعرف، فتجي بعد العشاء فتجي موجودين مثلنا احنا بعد المغرب، في كذا واحد بالفنطاس يفتح بعد المغرب، فانت تجي حق الناس اللي فاتحه بعد المغرب،
وفي ناس العصر وفي ناس يشوفون الفجر عندنا بالفنطاس، حتى ناس من الكويت يجون عارفين موعد الديوانية عند الفجر ويصلون عندنا الفجر ويحضرون ديوانية هذا الشخص اللي طبع ديوانية الفجر. يا مال العافية. وعبد الوهاب، شو اللي استفدتوه من قال سالم؟ شو اللي استفدتوه من الدواوين من يوم انتم صغار ليه هذا السن؟ والله استفدنا اشياء كثيره الحقيقه، لان كما يقولون المجالس مدارس. اي نعم. تعلمنا شلون تخاطب الناس، شلون تتكلم، شلون كذا، شلون تحترم الكبير، شلون ما تقعد ابوك وياك، ما تقعد على الكرسي الا ابوك اول شيء ما يجلس هو، بعدين تقوم تقعد. هذه الاصول. هذه الاصول. نعم. نعم، الحين خليك كثير من الناس يسوي العاده هذه، يقعد الولد قبل ابوه. يمشي قدام ابوه يصير بعد. يمشي قدام ابوه عادي ما عنده مشكله، ايه؟ ما يبطل باب لابوه، ايه؟ باب نفسه ما يبطل لابوه. ايه؟ ولا زال ما سكت حد. احنا نعلم عيالنا وعيال عيالنا ان شاء الله يسلكون السلك هذا ان شاء الله. صح كلام. اي نعم، ولا يدفعون ان شاء الله. وعبد الله، يعني جدانكم اول ما انزلوا الفنطاس او بما انهم كانوا في المنطاس ما كان في تعليم ذاك الوقت الا الملالوة. يعني افتكر الردهان درستوا عند ملا مزعل صلال عدل، منو فيكم الموجود درس عنده؟ ما افتكر احد. انتم لحقتوا على النظامي، ها التعليم النظامي من ابهاتكم جدانكم، في احد لحق عليه درس عنده؟ أبانا هم شو اللي تذكرونه؟ ملا مزعل الصلال أبو الفنان الكبير إبراهيم الصلال، يقولون كان ما يطق بس لا شخصية يخليك تحترمه غصب. شو اللي تذكرونه غير الملا مزعل؟ منه موجود من الملالوة الحين على الملا مزعل بس ما درسنا عنده، بس أبائنا وحمامنا أي والغباص اللي يعتبرون أبائنا. نعم نعم، درسوا عنده أي، علمهم القرآن، علمهم الدين، علمهم أصول الدين. نعم. كانوا الناس أمويين في ذاك الوقت. صح. فتعلموا على يد هذا الرجل صلى الله تعالى غفر له ان شاء الله. إيه. علموا آمين. كل حاجه تخص الدين فتعلموا على على يد هذا الشيخ الفاضل. إيه. وهم علمنا ملا مزعل، ملا ناصر المزاعل. ايه؟ هم درسني انا بالمزعل. درسك التعليم النظامي. زين، احنا ما دام سولفنا عن التعليم النظامي بنروح وياكم ويا مشاهدينا يعني من ديوانيه الردهان، بنروح الى فاصل ونرجع نحكي عن التعليم النظامي داخل الفنطاس. نستمر معكم مشاهدينا في برنامجكم غصة الديوانية في منطقة الفنطاس وفي ديوانية الردهان الكريمة، مستمتعين في الحكي وسالفة جر سالفة. نرجع بالحديث يعني مرة ثانية عن التعليم النظامي. وعبد الله، اللي يعيش في الفنطاس افتكر يصير من اهلها وما وده يطلع. عندكم معلم من الجالية الفلسطينية الاستاذ حامد مرتجي. اي هذا سكن الفنطاس وعاش بالفنطاس وتوفى بالفنطاس. منو يذكر شيء له؟ مواقف، سوالف، درس احد فيكم من ابائكم مثلا؟ سمعتوا عن سيرته؟ والله انا درسني. درسك؟ ونخاف منه مثل ما قلت. اذا هو يمشي بهالشارع والله. وفي مره من المرات الحين شنو ما يخافون من المدرسي؟ الحين لا ماكو. الحين يروح يبرز نفسه قدامه يعني يشوفني. يروح الحين يهدد المدرس. اي أقول المهم. هو يدرسنا أستاذ حامد الله يرحمه. الله يرحمه. فسألنا عن مسألة حنة بالأمن ما
لو انتم ما تجاوبون ويروح ينادي ولده كبر هذا الله يحفظه الله يحفظه اي أيوة والله ويناديه من صف ثاني توه اي تعال تعال كذا كذا ذاك احنا بروحنا نرتجب احنا كبار وهذا صغير كذي ما جاوب عشان ياخذ طيب ولدي اي يعني من حرص على التعليم مو يعني هم ولده إيه ابدي بولدي قبلكم اي نعم وبعدين اقول لك ان الساعه 6 قبل طقه الجرس لازم نحاضر يعطينا تقويه اي وين تلقاها الحين ما تلقاها لا والله موجوده الحين بس حرص الطلبه مو موجود لا رسم لا اشغال لا رياضه ما في ما تعلى هو وقف على الباب بس تبلعنا ما نقدر نطلع لا هو انا ايش قلت لك هي موجوده التقويه الحين لكن حرص الطلبه مو موجود توقع ليش الحين صارت التقويه كلها بفلوس لا مو فلوس صدقني مدارس حكوميه بلاش بس ما في حرص الطلبه لان ما يخافون من المعلم مثل ما كنتوا تخافون انتوا انا برجع حق موضوع المسجد هو كان موقعه صوب الصيادين ها على البحر عدل هذا طريقه الموقع الحالي هو الموقع القديم وين الاشاره اي في نفس مكان الاشاره الاشاره قفانا هذه ورانا هنا اي هو انشئ المسجد هذا يعني تقريبا حوالي كان الشيخ الله يرحمه سالم المبارك الشيخ سالم سكن القنطاس اي نعم لما سكن القنطاس كان بيت ردهان الله يرحمه الله على البحر الشيخ سالم شاف بيت ردهان على البحر موقع زين وكبير قال يا ابو راشد هذا البيت انا ابي قال من بداياتك يا شيخ سالم كفو قام الشيخ سالم جزاه الله خير الله يغفر له وعطاه ارض بدل اللي بنى فيها البيت واسس المسجد اي فتاسيس المسجد هذا يعني مع سالم المبارك كان مسجد صغير قبل الشيخ سالم المبارك فلما اعطاه الارض الكبيره هذه وسع المسجد المسجد قديم يعني جدا واللي قبل هذا المسجد كان في مسجد اسمه مسجد الحمدان اللي موقعه المسجد هذا حاليا يعني خلينا نصلح المعلومه ممكن هو مسجد الحمدان قبل الردهان نعم قبل الردهان لان انا قبل شوي قلت انه هو اول مسجد صحيح نصلح المعلومه يعني المسجد مال الحمدان قبل مسجد الردهان نعم الامطار والمشاكل الجويه كذا طبعا البناء كله طين. ايه. هدم هذا المسجد مال الحمدان. ايه. لما هدم بني مسجد ردهان، اللي بناه ردهان محمد ردهان الموسوي اللي اسس المسجد لا هو ما دام طريت انهدم وهذا انا افتكر الهدامه اثرت عليكم ال 54 قبل الهدامه نتكلم عن سنه الثلاثينات هي هدامتين اي ال 34 ترى مدتها ثلث ساعه راحت بيوت وال 54 ثلاثة ايام حلبت ديما كان عاد هذا الكلام ايه على زمان الشيخ يعني الله يرحمه سالم مبارك يعني سالم مبارك توفى في عام 21 يعني تكلم من صحيح. 17 من 19 تقريبا من 19 تقريبا يا مال العافيه احد الاخوان جزاه الله خير ذكرنا ان ايضا الفنطاس لها اجواءها في يعني شهر رمضان وفي العيد قبل اقول شهر رمضان خلنا نبدي بالعيد العيد افتكر تصير عندكم العرضه ها يعرضون اهل الفنطاس وعرضاتكم يقولون خاصه بعد مميزه والكل يشارك من اهل الفنطاس شو تحكوا لي عن هذه ابو اي هذه العرضه كل عيد اي نعم ابو الاعراس يسويها يعني ايه. العرس يبدون ليله الجمعه سامري وهذا وثاني يوم الضحي يدجون المعرس هم بعد والعصر يصير عرضه اي يكرمونهم هذا وهم ساعات يسوون سامري عقبها بالليل بس ويجون يجون الرندي ويجون الحسين ويجون هالاشياء يسار عرس ومناسبات وهذا نعم وبالعيد نفس الشيء يعني بالعيد لا ثلاث ايام وانت الصايم اول يوم وثاني يوم ثالث يوم كلها عرضه وناسه وخير الديره هم اللي يحضرون للعرض اي نعم يتعبون على متعوب عليها العرض متعوب عليها صح منو اللي يشيلها من الفراغ المعروف الفنطاس وبعد منو شاركون معهم فرق ثانيه شاركون منو من الفرق الموجوده عندكم غير الفنطاس
الفنطاس تقصيد؟ غير فرقة الفنطاس، منو يشيل عندكم؟ عندنا أهل الفنون الله يرحمه أحمد العديلة. أحمد العديلة وأحمد الحقان ودخيل. إيه هذول هم شعار العرضة. شعار العرضة. شعار العرضة نعم. إيه وفرقة الفنطاس إيه؟ بالفنطاس الحالة ما حيشارك معهم إلا لما يكون في يعني عرس وكذا يدعون فرقة أخرى من أي منطقة يجون يعني، والعكس صحيح يروحون على الفنطاس بعد إذا كان عندهم عرس وكذا ودعوة وغيره. ممتاز. نبي نحكي عن شهر رمضان الكريم والدواوين وأجواءها، لكن مشاهدينا بنروح إلى فاصل تراثي إن شاء الله يحوز على رضاكم. رجعنا وياكم مشاهدينا في برنامجكم قصة الديوانية في منطقة الفنطاس وفي ديوانية الردهان الكريمة، يعني مستمتعين في هذا اللقاء وهذا الحديث، وإن شاء الله أن بالمستقبل أن مثل هذه الحلقات تكون فعلا هي مرجع لبعض الأجيال. السادة العزيز، بنحكي عن شهر رمضان والأجواء الرمضانية في الدواوين. نعم. أفتكر الأجواء تختلف جدا كي. عن باقي الأشهر كي. ليش وشلون الأجواء بالفنطاس هني زياراتكم؟ أي نعم، زيارة أول يوم من رمضان سبحان الله الدواوين كلها مبارك لهم. أي نعم، ويفترون الدواوين يردون يباركون. نعم، هذه طريقة المبارك شهر الخير. نعم نعم، تقهوة هني، تقهوة عند الرزهان، تقهوة عند المجيب، تقهوة عند حمد النار بعد التراويح. لا بعد المغرب حتى. ها اي بعد المغرب. بعد المغرب اي نعم، تزاور اي صير مبادر بالمزاورة. اي نعم، زين زياراتكم هذه ما تصير حق أهل الديرة داخل حق أهل الجهرة؟ لا لا بالله نروح. نعم ايه؟ لا بالله نروح. ايه؟ شوف مثل دواوين ومثل كذا ولا الشوارع مذية الناس تستبعدون الحين؟ لا 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 نروح هو لا ايه؟ طيب. وهم يزورونكم أيضا؟ نعم نعم يزورونكم. في زيارات متبادلة. متبادلة نعم. ايه ايه يعني عندك أيام العيد أول ما يصلون صلاة العيد ايه؟ يقوطون كانوا بالبراح ويوم أولا عليك سبكني. هذا العيد. هذه وين هالعادة حلوة هذه. لا زال لا هذه ما نقطع كلها. تعال لنا بالعيد إن شاء الله. والله ييكم والله ييكم. العيد الجاي إن شاء الله قريب. لا أبي مشاهدينا يعيشون هذه الأجواء لأن أنا حكي عنها في جماعة في الجليب إذا ماني غلطان من أسرة كريمة إذا ماني غلطان أهل المرجاح وأمون عليهم هم الوحيدين اللي كانوا ظلوا الصبح يفرشون داخل الريوق العيش وهذا الحين تيجي تحكي حق الجيل تقول له عيش وكلنا نجيب غداء مو مصدق فعطني الاجواء محمر واللي يسوي لحم يسوي دجاج اللي يسوي ابد هذه عاده قديمه هذا موجوده وما زالت موجوده ما زالت ترى بكبس عليكم بالعيد حياك الله شرفنا ابو علي ابو علي ومنو يجيكم في هذه قعده الريوق الصبح هذه كل اهل المنطقه يعني ها السفرة مفتوحة موجودة أبد هالصباطات محطوطة للجميع للجميع نعم زين احنا ما أنا بنحكي سياسة لكن قلنا قبل شوي أن الديوانية برلمان مصقر هل فعلا اليوم الناس اللي وصلت مجلس الأمة وصلت إلى يعني حقائب بعض الوزارات اطلعوا من الدواوين ولا والحكي عام اللي بيسولف ديوانية احنا شو تقولون والله بالنسبة للدواوين صحيح هي تعتبر يعني برلمان مصقر لأن الدواوين هذه يدور فيها أي حديث سواء سياسي أو يعني غير سياسي فدائما يصير فيها تبادل آراء لدرجة أن حتى أحيانا الحكومة لما بتشكل فينادون عيال الدواوين وعيال البلد وكذا يأخذون مشورة صح طبعا هذا الإنسان اللي الحكومة يعني داخل مشورته لابد ان له امكانيه اهميه صح فياخذون منه طبعا وياخذون خلاصه الاراء اللي هم يبونها طبعا ويطرحونها صح كلام هي تعتبر يعني ايش اسمه بعدين الناس تتعلم منها يعني يمكن انا ما اقرا جرايد بقعد في الديوانيه بسمع الاخبار شنو صار في البلد شنو صار كذا العمل الحدث فهي يعني تجيب لك حدث مختصر ايضا ممكن اللي يجيك يبلغك ممكن يجيك يبلغك اي في ناس ما تقرا جرايد صح في ناس ما تعرف تدش على الانترنت او كذا او شيء صح فتاخذ المقوله السياسيه او الحدث اللي حدث سواء على مستوى محلي او خارجي من هذا المكان ابو احمد منو من اهل الفنطاس اللي مثلكم في مجلس الامه تذكرهم يعني على مر التاريخ والله على مر التاريخ في حاليا ما كان اول لا ما بحبه
يعني مو مشكله الحين ولا اي الحين الاخ حمد محمد حمود الناصر الحمدان اي ونعم اي هذا عضونا في منطقتنا بفرنطاس فسابقا جربوا اهل الفنطاس كثير منهم الله يرحمه فلاح السعيد اي راشد الحجان اي السعيد ولا السعيد لا السعيد العميد اها إيه. احمد الفرج الله يرحمه إيه. الله يرحمه لكن ما حالفهم اي بعد الواحد يجرب نفسه اي صح إيه. وعبد الله تام. ما يامر عليك عدو ارتباطكم ويا المختاريه في تعاون ما في تعاون هل فعلا في همزه وصل يؤخذ كلامكم الى الاعضاء او يؤخذ كلامكم الى مجلس الامه الشوارع احيانا تحتاج الى صيانه بعض الاماكن في المنطقه تحتاج هذه الامور شلون توصلونها كهل دواوين والله احنا نقول له وجزاه الله خير يروح حق منو حق المختار حق المختار نعم اي والله ويزوركم المختار اي هاي ومن اهل من اهلكم من اهل فنطاس يعني كل ليله تقريبا كل يوم يعني نعم اي والله جزاه الله خير والله ياخذ كلامنا ويروح يقدمه هو وهم بعد في تواصل معاي معود صار ما صار وهو يعني هم يجهد نفسه جزاه الله خير وفهد جزاه الله خير يعني حقه واجب واجب وعبد الوهاب اليوم احنا قدام كارثه يعني تكنولوجيه واحنا دائما البعض القليل نقول يستخدمها استخدام خاطئ عندش ديوانيه الكل سلم يلا يرد عليك ماسكين الموبايلات هذه شو تشكل لكم كاصحاب ديوانيه تزعل تزعل والله ساعات تزعل والله اي ليش رجال عود ما حد منتبه له شلون دش مالكم خاطر تحلونها انتو ها صدق والله الحكي حق ها احنا والله ترى احنا في برنامجنا حاطين حل لكم لكن الحل يبي جرأة زبيل تحطه على باب الديوانيه وتكتب هنا يضع الموبايل بس يبي جرأة يبي جرأة يعني مو معقوله انت بتجي تشوف الربع نص ساعة ربع ساعة أيضا تنشغل عنهم في الموبايل نعم. ترى الكل يشتكي من السالفة نعم. هذه حتى العوائل سبحان الله ايه. العوائل نفس الطريقة بعد غير نعم. غير الديوانية نعم غير الديوانية وهذا قاعد أقول لك وسائل التكنولوجيا ايه. هذه حتى اليوم أنت في السيارة ايه. يعني أكثر الحوادث أكثر بعيد الحوادث. الشر نعم. هي كلها الناس لاهية الحين إحنا نعبر من المسجد ايه. للديوان هني ايه. يعني تعطي اكثر من حافز العينه أيه. ليش اذا بنت لاهي بالتليفون ما تنتبه منه قاعد بيعبر الشارع ما منتبه صارت حوادث والله تو الحين أيه. الليله هذه عمي تدري شو المشكله انت قاعد ترى قاعد تستهزئ بارواح الناس كذي يعني انت ممكن اي صدمه هذه تذبح لك احد والسبه انشغالك في الموبايل يعني الحين حتى الناس هذه اللي ينزل تلقى نازل دكان يبي بس يشتري يعبي له كرت ويعبي بالشارع ومسكر الشارع وعلى طاري الدكان احنا بعد من حكي يقولون اول فنطاس دكان واحد حق الحقان اي نعم ها يساعد الحقان الله وكان قبل عفوا دكان ملا مزعل لا تخسبقني ابو احمد لا لا صحيح اكيد نعم. ملا مزعل ملا مزعل الملا المعروف عنده دكان عنده قبل عيال الحقان كان يشتغل في واحد اسمه احمد عرب اسمه محمد نسيت اسمه قديم يعني الحين طالع لنا طلع يقول جيل الطيبين الناس كلها طيبة ها مثل برنامج سويت أنا اسمه زمان الطيبين يقولوا لي شنو يعني اللي الحين مو طيبين قلت لا يمكن الحين طيبين أكثر من قبل ويمكن الأولين أطيب من الحين بس احنا نرمز حق ان الطيبة فأنتم من هذا الجيل الطيب ولا قصورهم بالموجودين لحقتوا على الدكاكين شنو جوكم الدكاكين الأولية بالذات الفنطاس كان طال عمرك كان أيه. ملمز الله يرحمه شار على حمد الحجان الله يرحمه أيه. قال يا حمد ليش ما تحط لك دكان دكاكين قال يا ملمزعل ما عندي فلوس أيه. هذا كلام حمد الحجان الله يرحمه أيه نعم. لك كنت شخصيا نعم أيه. أيه. ما عندي فلوس يا ملا أيه. قال أنا بعطيك فلوس طبعا الفلوس شيء بسيطة جدا بعطيك فلوس وتحط الدكان أيه. يقول الملا ما قصر أعطاني فلوس حطيت الدكان يقول قاعد تشتغل بالدكان شوي 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 لما حصلت الفلوس اللي اعطانيها الملا رجعتها عليه رجعتها وصار الدكان ملك حمد الحجان هو يعتبر من يعني الناس مؤسسين لهذا الدكان ايه. ومسك حمد الدكان وقعد فيه ابوه الله يرحمه ومسكوا عيالهم ايه. وبعدين صار على شكل دكان مواد غذائيه ايه. اللي هو سكر وعيش وهيل وقهوه ويعني مواد تموين ايه. ولحد الان تموين
من الازل لحد الان يقعد فيه خالد الله يطول عمره، خالد الحقاد ومشاهدين. مشاهدينا اقول لكم سالفه جر سالفه. الكويت مرت في سنوات هيلق، والمقصود في سنوات الهيلق سنوات الجوع اللي مرت فيها الحروب العالمية. شيوخنا جزاهم الله خير حطوا روس في كل منطقة، وأفتكر الفنطاس لها رأس أو أمير مسؤول عن التموين، لكم ذاكرة فيها؟ مسؤول عن التموين طال عمرك اللي حطت الحكومة اللي هو محمد الحقام. محمد الحقام على البطارة التموينية. إيه. محمد الحقام مسكها لحد ما انتهت. إيه. هذه يسمونها سنة البطاقة. سنة البطاقة. سنة البطاقة. التموين. التموين. بس هذا افتكر غير عن اللي احنا نتكلم عنها مالت الهيلق اللي هي ذيك 1868 إلى غاية 1871. بحكي عن القلبان. قبل شوي قلنا البلداني. ها؟ عدل؟ هذا مايا حلو. مروة طيب. وفي سلاسل. سلاسل. سلاسل مسكر سلس. أي. يعني مو سلس. سلس. سمعت انه خلوه تالي حق الحلال. نعم. ما يمو زين. على طاري الحلال غير الزراعه في ناس لها بالحلال قبل من اهل الفنطاس كلهم عزم حلال. اي شنو دور الشاوي كان ذاك الوقت عندكم؟ لحقتوا عليه؟ لحقنا على الشاوي. اي يقولون اجره ربيه ربيتين وياخذ. نعم. الحلال يروح ها؟ نعم. يسرح فيهم. اي لحقتوا على الامور هذه؟ اي انا قاعد اسحب منكم بس كنا بتسووا روحكم صغار انتم. اي والله اذا بتسووا روحكم صغار تقول لحقتوا، احنا نقول لحقنا على الشيء. لحقتوا عليهم. بس طبعا في ايام اخيره. اي قد يكون يمكن اخر 5 سنوات او كذا شيء، طبعا كنا احنا اطفال. اي يعني عارف في احلى من هالايام؟ والله هي الايام يعني ذاك لان شباب تكون حلوه. اي كل الحين الحمد لله الخير. إيه؟ نعمة كل شيء متوفر كل شيء موجود وأمان. إيه؟ لكن الوقت ماكو شيء يعني شيء بسيط جدا يعني ما لو يقولك تعود لو يوم واحد ما تبيها؟ تبيها على أساس أجدادنا وأبائنا على حياتهم بس ولا مجرد يعني حياة. إيه؟ ما الحين احنا في الخير والنعمه احنا الجيل يمكن بعض الغليل من الجيل الحالي مو راضي يقتنع. انت تقول بس خلي يرجع يوم واحد خل اوصل لكم الرساله صح يعني اليوم كثر ما تحكي يعني ما افتكر يعني عفوا هلا ترجع يقعد له دقيقه يقول ترجعني ما اقدر ما عاد يستحمل ما يتحملهم لا 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 فيهم الاقويه ترى أنا لا يعني الله لا يرد الغزو ولا يذكره. الغزو بينوا الرجال ويعني قالوا عنا ما قالوا، لكن لما صار 2-8 بينوا الكويتيين احنا ايضا ما بنظلمهم يعني. طاري الغزو طريناه. كان ديوانكم شقال للغزو؟ اي نعم الغزو الحمد لله لما صار الغزو خير موجود. المخازن هذه اللي موجوده كفت هالكويت الى اخر يوم. ما انقطعتوا؟ ما انقطع شيء. انتم كاهل فنطاس؟ لا ما انقطع شيء. اي جمعيات شقاله ويديرونها البلد وهالمناطق هم اللي يديرونها. مخابزكم؟ مخابز شقاله. اي كل شيء موجود. الديوانيه شنو كان دورها؟ ولا مجاعه ولا نقسم، والفلوس تجي لكل بيت سبحان الله. رسم له تقريبا كل اسبوع يعني مبلغ. يعني شيوخنا ما نسونا حتى وهم برا؟ ما نسونا. اي هم هالأولى الحمد لله موجوده وطيبه لحد ما ايش اسمها حاره الكويت والطيب. يقول احنا ما نسونا بالاول شلون ينسونا بالاخر؟ ها الكهرباء الحمد لله علما ان البلد يعني مستحله وكذا وهذا الحمد لله ما انقطع اي شيء. بس احنا بنحكي عن دور الديوانيه لكن بنروح فاصل ونحكي عن دور الديوانيه في الغزو، ايش رايك؟ مشاهدينا بنروح معاكم إلى فاصل ونرجع مرة ثانية. Thank you.
رجعنا وياك مشاهدينا في برنامجكم قصة الديوانية في ديوانية الردهان الكريمة في منطقة الفنطاس. يمكن حكينا قبل شوي عن دور الديوانية يعني في الغزو، كنتوا تتجمعون تجمعون وتصير بينكم آراء وسوالف وفزعات، ها تصير ممتاز. أنا ما أبي أطول في هذا المحور، وقبل لا أختم ودي أحكي عن المزارع، مزارع الفنطاس. إيش ودك تقول؟ مزارع الفنطاس طال عمرك كلها الفنطاس بلا استثناء، كلهم الردهان والردان والعجيب. يعني ذاك الوقت اللي لازم تصير عنده مزرعة. لا 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 كان عنده مزرعة لأن بوته يزرع ويأكل. الإنسان اللي ما عنده مزرعة يحصل أكثر من اللي عنده مزرعة، لأن أهل الفنطاس كل واحد يعطيه فيحصل خير ما شاء الله. فمزرعة الفنطاس كان يزرع فيها كل حاجة، ما يكسر عليهم أي شيء، ونفس الوقت يحملونه إلى الكويت عند الطراحين هناك. طراحين ويعطي وينزل لهم اليوم، يجي ثاني يوم يسلم فلوسه وينزل المقصود بالطراحين هو اللي يطرح هذا ويبيع. يبيع في طراحين أنواع بعد، ها طراحين كذي طراحين كذي. فكانت بزاعة فنطاس لها حتى أيام الجمعة يجون من أهل الكويت يكشتون في هذا المزارع. إيه هذا عاد إحنا لحقنا عليه. لحقنا عليه. وين وكنار وبقل زين. صح. وطماط. صح كلام. إيه نعم. تالي بعد. فنطاس يعني كان سبحان الله لهم. من بعد الله سبحانه وتعالى متنفس. عيشتهم على الله سبحانه وتعالى على ثم هذا. زاد إن هناك يسمونه شيء المقوع. المقوع. يزرعون في حنطة. مقوع الحجان، مقوع الحمدان، ومقوع العلي. سبحان الله يزرعون حنطة ويجدون من الحنطة هذه كل سنة. عاد بعدين توزع بعضهم يعطون المنطقة. أنا استفدت وايد منكم اليوم. يعني المعلومات الطيبة من ديوانيتكم الطيبة عساها عامرة دائما. احنا وصلنا الله يسلمكم، وهذا حق واجب ترى ما على قولتنا. يعني دائما شاشة تلفزيون الكويت وراء التاريخ وراء توثيق التاريخ. كل الشكر لكم باسم يعني شاشة تلفزيون الكويت وباسم مشاهدينا. انا اشكركم الشكر الجزيل، وان شاء الله تكون عامرة هذه الديوانية ان شاء الله. الله يسلمكم، شرف لنا طال عمرك. مشاهدينا الكرام ساعتك أبرك. مشاهدينا الكرام وصلنا معاكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم في برنامج قصة الديوانية في منطقة الفنطاس وديوانية الردهان الكريمة. نشوفكم إن شاء الله في ديوانية أخرى من دواوين أهل الكويت. أقول لكم في أمان الله.